سلام وامان ورحمه عليك ايا كان مكانك في هذه الارض. اهلا بيكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامج امراه من كوكب اخر. وحشتوني الصراحه الفتره اللي فاتت، يعني كنا بنجهز حاجات عشان نطلع بمستوى اعلى من الاول. طبعا قبل ما ابدا حلقتي، الحلقه النهارده موضوعها عن الكسل والتسويف. قبل ما ابدا الحلقه بنعي الفنان القدير محمود ياسين رحمه الله، وفاته المنية يوم الأربع اللي فات. الفنان محمود ياسين من الفنانين الصراحة اللي كانوا بيقدموا رسائل للمجتمع، لأن أنا عندي الفن ده سلاح ذو حدين، لإما يهدم المجتمع لإما يبني المجتمع. الإعلام عموما والفن والميديا كلها كده، لا تهدم لا إيه تبني. طبعا برحب بضيوفي النهاردة الكتاكيت سمسم وسمسمة. ازيك يا سمسم؟ ازيك عاملة ايه؟ ازيك يا سمسمة؟ انتي منوراني. ربنا يخليك. وطبعا انتوا داخلين على الدراسة بكرة صح؟ ايوه طبعا، ولسه كنت دلوقتي بكلم سمسوم. ينفع كده يعني؟ استعديته ولا مش استعديته؟ كل يوم اقول له تعالى نجيب شنطة المدرسة، تعالى نروح نجيب شنطة المدرسة، وهو يقول لي بكرة 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 المدرسة هتدخل علينا. يهديكي يعني. انتوا عارفين احنا النهاردة هنتكلم عن ايه؟ عن الكسل والتسويف. وانت الكلام اللي بتقوليه ده فيه كسل، يعني ايه بكره؟ لا تؤجل عمل اليوم الى الغد صح؟ انا مش مؤجل ولا حاجه، انا بقول لها تاخد شنطه السنه اللي فاتت وخلاص، احنا مش قادرين نروح. طب وانت اما تبدا دراسه بقى هتعمل ايه؟ بتحل الهوم ورك نفس اليوم ولا بتعمل ايه؟ بحوشه وبعمله اخر الاسبوع. بتحوشه ليه؟ انا وهو بنكسل نعمل الواجب، وهو بيكسل كمان. هو مش انت صاحبتنا؟ انا بتكتبي معانا الواجب او تكتبيه لنا انت؟ اكتبهم لكم انا. طيب انا عايزه اقول لكم حاجه جميله قوي عشان مش تكسلوا خلاص، وهعرفكم النهارده في الحلقه ازاي تقضوا على الكسل تماما وعلى التسويف. ويا ريت المشاهدين يتواصلوا معايا على التليفونات الموجوده على الشاشه. بس قبل ما اتكلم عن موضوع الحلقه الكسل والتسويف، بوصل عايزه اقدم رساله لمرشحي مجلس النواب. اعرف اي مرشح مجلس الشعب، اعرف ان انت دلوقتي لازم تأدي الامانة الى اهلها زي ما ربنا قال. ربنا سبحانه وتعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم: ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، واذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل. الرسالة دي يعني ايه؟ يعني عضو مجلس الشعب ما يدخل مجلس النواب ان شاء الله وينجح، يعرف ان اصوات الناس اللي انتخبوه لازم يخدمهم، لازم يبقى مع الناس، مش هو داخل المجلس عشان الحصانة. انسى بقى موضوع الحصانة ده من ضمن الحاجات اللي انا كنت عايزة تتلغي، اللي هي الحصانة. الحصانة تحت قبة البرلمان، خارج قبة البرلمان زيك زي اي انسان على الارض، زيك زي اقل انسان. انت وظيفتك تشرع قوانين وتعدل القوانين. احنا دولة القانون. يعني ايه دولة قانون؟ انا بحترم القانون، انت بتحترم القانون، كلنا بنحترم القانون. احنا كلنا يعني الدولة عبارة عن دولة مؤسسات ودولة قانون. كل هدفنا ان احنا نطبق القانون. طب القانون ده ممكن نغير حاجات فيه، ممكن نعدل حاجات فيه، مين اللي بيغير ويعدل؟ عضو مجلس النواب. طيب احنا هنبص بقى مجلس النواب، العضو دخل مجلس النواب، دخل في مجلس الشعب خلاص، في قانون التصالح عايزين ننظر اليه ونحاول نغير فيه بعض الحاجات، في قوانين الخاصه بموظف الحكومه. ما هو ما ينفعش برضو واحد موظف حكومه بيقبض 2000 3000 ايا كان، بيصرف على اسره، بيصرف على بيت، بيصرف على بيدفع ايجار، مصاريف كتير، مدرسه، اكل، شرب، مرتب هيكفيه؟ هو مش هيكفيه، وما ينفعش اخصم منه ضرائب. فده قانون ننظر اليه، ننظر ازاي يخصم ضرائب من موظف الحكومه، عشان انا لازم اقدر موظف الحكومه. تاني حاجه، موظف الحكومه ما يقدرش يعمل مشروع بعد الشغل، ممنوع قانونا ان انت كموظف حكومه تعمل مشروع بعد الشغل. ممكن انظر للقانون ده واعدل فيه، مفيش مشاكل، عشان يكفي بيته واسرته. تالت حاجه، قوانين ايه اللي نبص عليها كمان؟ البائع الجائلين. يعني انا جالي مشكله من يومين، واحد كلمني من الباعه الجائلين اللي يعني اتدمروا فعلا. يعني هم طبعا واحد كان، انا قلت هقول هذكر اسمه او هذكر يعني مشكلته في الحلقه النهارده. هو كان قاعد قدام مستشفى بيبيع كمامات، بيبيع بسكوت، بيبيع شويه عصاير، حاجات كده بسيطه على قده، هو بيسترزق من الحاجات دي، هو مش حيلته حاجه اساسا. فطبعا ممنوع، ممنوع ان يقعد يبيع كده قدام مستشفى او قدام حاجه، ممنوع.
قانون يمنع الحاجات دي، ممكن نبص للقانون ده ونغير فيه برضو عشان الباعة الجائلين، او نعمل لهم مكان مخصص للبيع. وانتوا فعلا عملتوا مكان مخصص للباعة الجائلين، بس في اماكن معينة، انا بعتبر الارض كلها ارض ربنا يعني، في اماكن معينة بيبقى فيها ناس، فدي ارزاق بتاعت ربنا. مفيش مشاكل لما يقعد قدام المستشفى يبيع الكمامات، ايه المشكلة بيسترزق، بس ممنوع قانون. فنبص للقوانين ده، الراجل ده من عشان شالوه بقى، الحكومة شالته، او عموما بينفذوا طبعا القانون، وانا تحت طبعا، انا الشرطه والجيش كلهم فوق راسي لانهم بينفذوا القانون وانا بنفذ القانون، واحنا كلنا لازم نحترم القانون، بس اللي في ايدنا ان احنا نغير في القانون او نعدل القانون بما يتوافق مع متطلبات الشعب. هو ده اللي نقدر نعمله، هو ده اللي عضو مجلس النواب المفروض يعمله. الراجل اللي هو بيبيع حاجات للناس او من الباعة الجائلين بيقول لي يا فندم انا خلاص هموت، انا هنتحر، انا دلوقتي هم قطعوا رزقي، انا مش لاقي اكل، مش عارف اعمل ايه، انا هدخل الديانة المسيحية. قلت له ايه تدخل الديانة المسيحية؟ طب ليه، في ايه يعني، ايه المشكلة، انت مسلم ولا انت ديانتك ايه؟ قال لي انا مسلم بس انا هدخل الديانة المسيحية لانهم بيعملوني حلو. قلت له ماشي، هو الدين اخلاق، الدين ملوش علاقة انا مسلم مسيحي يهودي، الدين كله اخلاق. قلت له مين قال لك ان المسلمين اصلا بيطبقوا الاسلام؟ هو التعامل مع الناس مش كده، الكذب والنفاق والنصب ده مش في الاسلام. الرسول عليه الصلاه والسلام كان اسمه الصادق الامين، سيدنا عيسى كان المحبه وكل حاجه جميله على الارض، نور على الارض، كل الانبياء كانوا كده. هو هي دي الاديان كلها زي بعض، مسيحيه اسلام يهودي، كلنا زي بعض، اخلاق، لازم اخلاق وتعاملات مع البشر على الارض، مش تقولي هدخل دين مسيحي ولا دين اسلامي، لا، هو الدين كله تعاملات، وده اللي هتتحاسب عليه اساسا. فانا طبعا حبيت اقول المشكله بتاعته له انه قال لي كده، فحرام، فاحنا نحاول نغير القوانين، نعدل القوانين وخلاص. بس هو ده وظيفه عضو مجلس النواب، لكن انا مش داخل مجلس النواب عشان الحصانه، عشان اعمل حصانه رؤوس الاموال، لا، ما فيش الكلام ده. الشعب رقم واحد، لان اسمه عضو مجلس الشعب او عضو مجلس نواب الشعب، الشعب انتخبك انت وادالك صوته، اوكي، يبقى تعمل للشعب. لكن لما تسميه مجلس تشريع القوانين، اوكي، الموضوع يبقى اختلف، تشريع قوانين اعمل اللي على مزاجك، لكن الشعب قال لك كلمته خلاص، تدي دي الامانه بقى بتاعت ربنا اللي هيحاسبك عليها. دي رساله حبيت اوجهها لاعضاء مجلس النواب، وبالتوفيق لكل الاعضاء. نرجع لموضوعنا يا سمسم وسمسمه، انتوا بقى بتكسلوا ليه؟ عايزه اعرف. هو مش حضرتك دلوقتي كنت بتتكلمي وبتساعدي كل الناس؟ لازم تساعدينا احنا كمان. هساعدكم. يعني هو ينفع يعني سمسومه اصلا بتملى شنطه المدرسه دي، عايزه تجيب شنطه عشان تبقى كبيره تاخد الفشار اللي هي بتاخده معاها، علشان بدل ما تاخد كتب بتاخد فيها واجب؟ لا، هي تاخد الكتب بتاعت، بس غالبا ما اعرفش المدرسه في ظل الكورونا او الفتره الجايه، هم قالوا يومين في الاسبوع، ما اعرفش بقى هتبقى هتروح على طول ولا يومين في الاسبوع زي ما قالوا، ولا الناس هتقعد، ما اعرفش، الناس خايفه برضو من كورونا، لان نعرف ان المانيا اعلنت حاله الطوارئ، فربنا ان شاء الله يستر. بس لازم برضو ابقى عامله حسابي، لازم اجيب شنطتي، يعني اجوع في المدرسه لو رحت. طيب بصي، احنا هنطلع فاصل ونرجع تاني. اهلا بيكم اعزائي المشاهدين بعد العوده من الفاصل، وهنتكلم ازاي نعالج الكسل والتسويف. طبعا سمسم وسمسمه ده نموذج من الاطفال اللي بيكسلوا مثلا انهم يحلوا الهوم ورك، يكسلوا انهم يروحوا المدرسه، ومش اطفال بس، انا بتكلم على كل ده نموذج طفل، لكن انا بتكلم على الكبار كمان، بيكسلوا يقوموا انهم يروحوا الشغل، الجو ساقع والشتاء داخل والبطانيه ولازم نقعد نتدفى والكلام ده. ازاي اعالج الموضوع ده؟ هقول لكم طريقه جميله جدا للكاتبه ميل روبنز. ميل روبنز دي كاتبة أمريكية عملت كتاب اسمه قاعدة الخمس ثواني. قاعدة الخمس ثواني ده لقى نجاح كبير جدا في أمريكا ومبيعات كبيرة جدا للكتاب ده. ميل روبنز كانت بتقول إيه؟ لو أنت تعرف حياة ميل روبنز وعملت عليها سيرش، هتعرف إن هي كانت مش لاقية تاكل، كانت مفلسة، مش عارفة تعمل إيه، مش عارفة تتحرك، مش عارفة تجيب فلوس لنفسها، وصلت لمرحلة إنها فعلا كانت ضايعة. كانت في يوم من الايام قاعده في الشتاء بتتفرج على التلفزيون. طيب معانا مداخله تليفونيه، معانا استاذ محمد حجاج. السلام عليكم. الو، ازيك يا استاذ محمد؟ ازيك؟ الحمد لله، تمام، الحمد لله. اخبارك ايه؟ والله انا من اشد المعجبين بيكم وبالبرنامج، ومتابع على فكره، ومتابع كل الحلقات وكده، وانا عارف ان الموضوع بتاع البرنامج النهارده عن الكسل والتسويف. ايه رايك في الكسل بقى؟
ايه يا فندم؟ انت من الناس اللي بتشجع الكسل مثلا، ولا انت بتحبش الكسل؟ انت لا لا، انا شايف والله، انا شايف ان الكسل سبب من اسباب التسويف. يعني الكسل، ان الواحد مثلا يكون كسلان، ممكن اللي يخلي يجبر الواحد ان هو يسوف، يعني أيوه. يخليه مثلا ياجل شغله، ياجل اي حاجه في حياته، يعني مش مهم الشغل بس. تمام، دي من ضمن الافكار السلبيه اللي بتيجي للانسان. احنا عايزين نقضي عليها بقى الكسل ده، عايزين نحس بنشاط. عايزين ايه؟ عايزين نبقى في نشاط، يعني نشاط نعود ونبرمج عقلنا على النشاط. لازما. بس انا شايف ان التسويف ده بيبقى برضه من اسبابه اللي هو القلق، يعني دايما لما الواحد بيتكلف بعمل معين، بساعات العمل ده انجازه بيصيب البني ادم بالقلق شويه، فبيخليه يعني اجله على اساس ان هو يشيل الرهبه، او يشيل الرهبه بتاعت العمل ده. تمام. يعني انا شايف برضو ان القلق والتوتر والحاجات دي من الحاجات اللي بتخلي الواحد يسوف بجانب الكسل برضو. صح، كلامك مظبوط. الافكار السلبيه عموما بتخلي الانسان يكسل. ودي من الحاجات برضو. تمام. انا بشكرك يا استاذ محمد، بشكرك جدا. طيب نرجع لموضوعنا، قاعدة الخمس ثواني دي بتعالج كل شيء، مش بتعالج الكسل بس، ولا بتعالج التسويف، بتعالج كمان الخوف، بتعالج الأفكار السلبية، بتعالج كل حاجة. ميلي روبنز كانت قاعدة في يوم من الأيام بتتفرج على التلفزيون، فشافت سفينة فضائية أو صاروخ هيبدأ ينطلق. فطبعا الصاروخ لما يبدأ ينطلق بيقولوا 5 4 3 2 1 أول ما يبدأ، فالصاروخ انطلق. فمير روبنز قالت طب انا هعمل فكره جميله قوي، انا هغير افكاري، هغير قناعاتي، اول ما ابدا اقول 5 4 3 2 1 هنطلق. يعني انا عندي النهارده هوم ورك، او عندي النهارده شغل، 5 4 3 2 1 اقوم على طول، ما اقدرش اقول 5 4 3 2 1 واداني قاعده، عقلي هيتغلب عليا، افكاري السلبيه هتستحوذ عليا. قاعده الخمس ثواني دي لو طبقتها، هي طبقتها، بقت دلوقتي من اشهر ناس في امريكا، بعد ما كانت مش كانت لاقيه تاكل، لانها بدات تشتغل، بدات تفكر افكار ايجابيه. اي فكره سلبيه اول ما طبقت القاعده دي حولتها لفكره ايجابيه. فانا طبعا الكسل، انا كسلانه مش قادره اقوم من النوم، تعبان، مش هروح المدرسه، مش هحل الهوم ورك، يبقى 5 4 3 2 1 وابدا اقوم على طول بدون ما ادي لعقلي اي حاجه ان هو يوقعني تاني او يوقفني تاني. ده انت هتبرمج عليها العقل اللاواعي حوالي 21 يوم، وفي الحاله دي هنقضي على الكسل والتسويف نهائي. انا برحب طبعا بالشيف الجميله، الشيف امال. ازيك يا شيف امال؟ اهلا وسهلا امل. الشيف امل، ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا حبيبتي. طبعا هي هتعمل لنا النهارده، هتعمل لنا ايه؟ بيكاتا، تشيكن بيكاتا. تشيكن بيكاتا. واقول بقى ايه اللي جنبه، ورز مكوناته، والرز. تمام. طبعا قبل ما نشوف طريقه التشيكن بيكاتا، هكلم سمسم وسمسمه. قولوا لي بقى، عرفتوا ازاي هتغلبوا على الكسل والتسويف؟ انا بس عايز اقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. انا سمسم على فكره. ماشي يا سمسم، اتفضل. انا اصلا مش بكسل، يعني انا ساعات لما باجي مكسل بفكر ان العمل عباده، وبعمل كده عشان ارضي ربنا، فبيديني حافز ان انا اقوم واشتغل. صح، العمل عباده، برافو عليكي. ما هو انت هتدي حافز، انا كملت قلت الحافز بقاعده الخمس ثواني، وانا اللي بعمل كده يا استاذه بعباده ربنا. صح، كلامك مظبوط. انا عامل كده مش سمسومه خالص. ما انا ممكن اقول العمل العباده واجله لبكره، هشتغل بكره. لا، انا عايزه اقوم دلوقتي، مفيش حاجه اسمها بكره. مركز معايا يا سمسم؟ ايوه طبعا، انا لو قمت دلوقتي هاخد حسنات اكتر. تمام. وسيادتك يا سمسم، ايه رايك في الكلام اللي انا قلته؟ هو رادي اصلا يروح يجيب شنطه المدرسه؟ ما هو كمان مكسل، ومش بس كده، ده بيسوفني معاه. لا بقى، ما احنا خلاص اتفقنا هنعمل قاعده الخمس ثواني ومش هنكسل. يعني هيجيب لي شنطه المدرسه كبيره قوي؟ هو بيقول مش معاه فلوس يجيب لك شنطه المدرسه، صح؟ مش هو اللي هيدفع، بابا وماما هيدفعوا. طب خلاص، يبقى روح يا سمسم جيب لها شنطه المدرسه. ماشي؟ سمسم. ايوه، هروح اجيب لها شنطه المدرسه اللي بتحط فيها الفشار عشان تفضل تاكل طول المدرسه طول اليوم. بص يا سمسم، جيب لها شنطه صغيره. لا ماشي، بتكفي. الله. طب خلاص، عايزه احطها فيها فيشار وحاجات كتير قوي واكل كتير قوي، عشان انا عايزه اكل كتير عشان مش نتخن يا سمسمه.
وهي لما نتي خنياني. ما برضو من ضمن قاعده الخمس ثواني دي برضو على الدايت، خلي بالكوا الناس بقى التخينه اللي عايزه تخس، اول ما تروحي تشوفي اكله جميله عايزه تاكليها وهتموتي عليها قولي 5 4 3 2 1 وامشي، اوعي تاكلي اي اكله حلوه والله. يعني الاكل الدايت فقط، برمجي عقلك على الحاجات الايجابيه. مركزه معايا يا سمسمه؟ ايوه طبعا، بس بلاقي صحابي بيجيبوا حاجات حلوه كتير قوي وانا ببقى عايزه اجيب زيهم. ما انت بس قولي 5 4 3 2 1 وابعدي عشان تبداي تاكلي اكل صحي، هتبداي بقى تعيشي حياتك صح. ما احنا حياتنا كلها غلط بالاكل غير الصحي يا سمسمه، فهمتي؟ طب تعالي أيوة بقى نشوف التشيكن بيكاتا مع الشيف امل. شيف امل اتفضل. حاضر، بس احنا هنجهز بس ال. انت بتحبي التشيكن يا سمسمه؟ سمسمه بيتهدى اي حاجه فيها فراخ وفيها اي حاجه. واضح ان انت بتحبي الاكل عموما قوي، بحب كل حاجه. طب ما هتتخانقي كده خلاص. يعني انا بجيب من المدرسه بتاعتي، بجيب في اللانش بوكس بتاعي، بجيب فراخ وبجيب حاجات حلوه، وبقول لي سمسوم يعمل زي، مش بيرضى. عشان كده انت عايزه تصلي ايه؟ جايب فول مع المدرسه، حد يعمل كده يعني؟ يا سمسم رد عليها. فول؟ يعني ايه المشكله يعني لما خدت مره المدرسه سندوتش فول يعني؟ هو الفول ماله؟ الفول ما الفول حلو، والطعميه والفلافل والحاجات دي ما جميله، مالها يعني؟ ده بالعكس الفول صحي على فكره، لو اكلته بقى مسلوق كده حاجات بسيطه بالبهارات ده اكل صحي يعتبر. اي حبوب كامله لازم تفهم ان احنا لازم ناخد اي حاجه معانا المدرسه، ما نقولش لماما وبابا لا على اي حاجه. اه طبعا لازم تسمع كلام ماما وبابا، مش ربنا قال في القران وبالوالدين احسانا؟ قال كده ولا لا؟ واحفظ لهما جناح. ايوه قال كده، كما ربياني صغيرا، صح ولا لا؟ يبقى لازم نسمع كلام بابا وماما. خلاص هنسمع كلامهم. او كل رب يرحمهما كما ربياني صغيره، صح ولا انا غلطانه؟ ايوه صح كلامي. تمام، بس هتدوني اللي فراخي دي كلها اخدها معايا؟ ماشي اوكي خلاص، اما نطبخ بس ونخلص الاكله انتوا بتاخدي اللي انت عايزاه. طب اتفضلي يا شيف امل اتكلمي. النهارده هنعمل المقادير، بس هنعمل اكله سريعه. يعني دي انا مسميها المنقذه الصراحه، يعني هتنقذنا عشان الحلقه قربت تخلص. ايوه عشان انا كمان باكل كتير في وقت بسيط جدا. دي بقى تبقى كويسه للستات اللي هم بيشتغلوا، ممكن تنقذهم عشان الوقت، علشان الوقت، عشان المذاكره، حد جالك بسرعه. احنا هنجيب نص كيلو شرايح فراخ وبنتبلها بملح وفلفل وميه بصل. بس يا ريت بقى ان هي تكون مثلا قبلها من ساعه. تمام. متبله قبلها بساعه. تمام. اوكي. هنعملها بالدقيق كده، بس هنعفرها بالدقيق ويكون الزيت سخن. بتشوحيها في الزيت بس؟ زيت بسيط، مش زيت قوي يعني، علشان يدي لون احمر وحلو، وفي نفس الوقت علشان تستوي. يعني هي مش هتاخد وقت. بس دي بسيطة خالص يا جماعة، دي بسيطة جدا. ممكن تتعمل باللحمة الحمراء، مش شرط. هي اصلا البيكاتا بيكاتا لحمة، بيكاتا لحمة اصلا. لا هي البيكاتا اصلها لحمة. فرنساوي ولحمة. يعني من المطبخ احنا اخترعنا وفراخ. المصريين يعني طبعا اخترعوا، علشان احنا بنحب الكسل بمناسبة ال بمناسبة الحلقة بتاعت عشان تستوي بسرعة. ما اللحمة بتاخد وقت تستوي، بتاخد وقت، انما دي لا على طول. فبمناسبة بقى حلقة الكسل، ان هي احنا اخترعنا التشيكن علشان تبقى سهلة وبسيطة سريع. واغلب الاطفال بيحبوا التشيكن، ما بيحبوش اللحوم، فعلشان كده اخترعنا التشيكن. انما هي اصلها فرنسي. شامم الريحه يا سمسم؟ جميله صح؟ جميله. حلو طعمها، حلو لسه بقى لما هنشوفها طعمها. وانت ذقتها؟ بقول لك الريحه. اكلتها مره زمان. طيب بس على فكره سمسمه مش هتخلي لكم حاجه خالص. لا ما انا عارفه سمسمه هتبقى زي الفيل قريب. هو انت عملتي تبلتيها الاول صح؟ تبلتها بميه بصل وملح وفلفل بس. ميه بصل وملح وفلفل. احنا بعد كده بقى هنشيلها وهنحط في نفس الجريلا دي توم وجنزبيل وقطعه زبده. تعملها صوص بقى. لازم بيه. لازم الصوص بتاع، ما هو صوص اللحمه، ما هو صوص بقى صوص اللحمه بيبقى براون. انما ده احنا هنعمله كريمه لباني. تبقى حلوه.
تمام هتبقى جميله وفي نفس الوقت سريعه. تمام. جالك ضيف عايزه تعشي الولاد، مدارس، دروس، انا صراحه جنبها رز، جنبها مكرونه، اي حاجه. انا عامله جنبها رز بسمتي ابيض. طب معانا استاذ علي ابراهيم. الو يا دكتوره. الحمد لله، ازي حضرتك؟ مش عايز يتفتح برنامج كويس قوي. ربنا يخليك. انا عندي ابراهيم ابو مسلم. هو البرنامج امراه من كوكب اخر كان الصبح واحنا خليناه الساعه 5. ماشي يا دكتوره، ربنا يوفقك. ربنا يخليك. تابعنا بقى، مش عندك اي سؤال ولا اي حاجه؟ انا بشكرك، بشكرك الاتصال. انا عملت جنبه رز ابيض. تمام. الرز الابيض اللي هو بسمتي عملته بطريقه سهله جدا. ممكن نعمله بالخضروات كده بسرعه. ممكن نعمله بالبسله. انا بيتعمل زي الرز المصري العادي. يعني هو ما فيهوش اي حاجه، بس بحب احط ورقه لورن، حبهان، حته مستكة. القرفه هتغمقه علشان ده ابيض. تمام. فالمستكة بتدي للرز طعم حلو، ويا ريت نسقيه شوربه مثلا مرقه او مرقه دجاج. انا عملته كده جنب الاكله ديت. مش عندك اي تعليق يا سمسم؟ انت وسمسم بتبقى خفيفه. انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه. اتفضلي قولي. سمسم اصلا من كتر الكسل اصلا هي بقت بتاكل كتير، الكسل بيخلينا ناكل كتير. على فكره فعلا كلامك صح، الكسل والقعده قدام التلفزيون ومش قادره اقوم بدل ناكل كتير، ما اصلا بتبقى متعه. هو فعلا الكسل ده متعه، انت بتنام في السرير ودفيان، ما ده متعه. بس انا عايزه ابرمج عقلي. مش عارفه اعمل ايه من كتر ما باكل بنام، يعني كل ما اكل انام، احس ان عايزه انام، باكل كتير قوي وانام. احنا بقى هنغير ونكسر العادات دي بالقاعده اللي انا قلت لك عليها. طبقي قاعده. خلاص انا هسمع كلامك، حتى التشيكن بتاعي النهارده مش هاكل منه وابقى مؤدبه خالص. لا كلي. هو انا ما قلتلكيش ما تاكليش يا حبيبتي؟ انا عايزاكي تاكلي بكميه قليله، ممكن تاكلي قطعه واحده، قطعه واحده ما تكمليش. مش هقدر، مش هقدر، ريحته حلوه قوي. ما انا اول ما تقولي مش هقدر تقولي بقى 5 4 3 2 1 وتجري. 5 4 3 2 1 بس. الصاروخ بقى، انطلاق الصاروخ. عايزين ننطلق يا سمسمه، صح ولا غلطانه؟ لا عندك حق، هو الاكل الكتير اصلا هو بيعمل وخم وكسل. اكيد طبعا. بيكسل. هو مش احنا قلنا صلص وصلص، صلص لطعامك، صلص لشرابك، صلص لنفسك زي ما الرسول قال، ولا انا غلطانه؟ صح. ايوه طبعا. انا لما كنت عامل ريجيم كنت خفيف جدا وحاسس ان انا عايزه اتحرك. ايوه، عشان تقدر تتنفس، تقدر تمشي، تلعب رياضه. على فكره الرياضه برده من ضمن الحاجات اللي بتقلل الكسل. لو انت واحد رياضي وبتلعب رياضه على طول ومواظب عليها بتقلل الكسل. كمان المهام، يعني انت مثلا عندك هوم ورك كبير قوي النهارده، فانت مكسل تعمله عشان كبير، ممكن نقسمه لاجزاء، جزء صغير النهارده، بعد 3 ساعات هعمل جزء كمان، بكره هكمل الباقي كده. ده برده هيديك حافز ان انت ما تكسلش. ده كل ده مع القاعده اللي احنا قلنا عليها. ممكن نكافئ نفسنا من ضمن علاج الكسل برده، كافئ نفسك يا سنسنه. يعني اما تعملي حاجه كويسه وتعملي الهوم ورك بتاعك، جيبي لنفسك حاجه صغيره، مثلا مش عايزه اقول شوكولاته، جيبي لنفسك تفاحه، جيبي لنفسك لعبه صغيره بتحبيها، كافئي نفسك. يعني هو انا اللي هجيب لنفسي؟ مش لازم يجيبوا لي كل اسبوع، مفيش مشاكل. او انت تجيبي لنفسك، تكافئي نفسك ان انت عملتي حاجه حلوه النهارده، انت عملتي حاجه كويسه النهارده. فهمتي يا سمسمه؟ ايوه فهمت. بس على فكره مش كل المدرسين حلوين وبيكافئونا، يعني في مدرسين بيضربونا كمان. مالكيش دعوه بالمدرسين، ماشي، مالكيش دعوه بيهم، انا بتكلم عليكي انت، ركزي في نفسك انت يا سمسمه، مش تستني المكافاه من بره. يعني انا برضو ما بحبش استنى مكافاه من بابا، من ماما، من اخواتي. افرض بابا وحش، ماما وحش، المدرس وحش، طب ما انا كافئ نفسي واعيش مع نفسي. ما هو ده الصح على فكره، ما تستناش من اللي حواليك، ركز في نفسك. ماشي يا سمسم؟ ما علقتش يعني الكلام، ساكت ما بتتكلمش. اصل انا بصراحه بقالي كتير ما جاليش هدايا يعني. طيب اتفضلي بقى، قدمي الاكل. هو مستني الهدايا. قدمي الاكل بقى عشان الوقت. يا رب تستوي هنا. لا يعني هو هي الحاجه لسه هتستوي. من عندك. قلبيها يعني واتكلمي بقى عليها. احنا هي ممكن كمان تتعمل بالمشروم. وممكن تتعمل كده زي ما بعملها. دي اكله سهله جدا وبسيطه، وبيتعمل جنبها خضار سوتيه. هو بيستوي بس الاكل. الاكل بيستوي دلوقتي. يعني احنا ممكن نطلعه بقى في السيرفيس.
انا عملت الرز. الله جميل. لا جميل زي ما قلت لكم عليه، مسلكه ورقه لورا وحبهان وشوربه. نطلع بقى البيكاتا ونحط فيه. هتحطي جنبه البيكاتا في نفس الطبق صح ولا في لوحده؟ لا هحط بقى البيكاتا عشان هيبقى فيها صوص. تمام لوحدها. احنا دي تحمر شويه اكتر من كده. طب يا ريت الكاميرا تيجي على الاكل على التقديم. طلعيه بقى لقدام كده عشان يجي في الوقت. حاضر. لا خليكي، هي اكله لذيذه وجميله وممكن نعملها في اي وقت. احنا هنحط جنزبيل مطحون، بس هنعمل الصوص بسرعه. بس هنحط ثوم مطحون. جنزبيل وثوم وطبعا قطعه زبده، بس احنا ما كناش فاضيين الحاجه. ابعدي يا سمسمه، ريحه الاكل حلوه انا عارفه، هتموتي عليه صح؟ ايوه طبعا حلوه قوي. ابعدي شويه. حطينا حته زبده. ده الصوص يا جماعه اللي بتعمله بتاع البيكاتا، بيترش في الاخر على الفراخ او اللحمه. هي الفراخ اسهل، الفراخ اسهل من اللحمه. وبعدين المفروض ان احنا هنحط كوبايه ميه او شوربه. الوجبه دي لاي حد على فكره، سواء طالب او اطفال في المدرسه او الكوبا، اي حد يعني. ايه يعني هاخدها معايا المدرسه؟ لا هتيجي من المدرسه تاكليها في الغدا. هتيجي تاكليها؟ ايوه. مش هتاخديها معاكي المدرسه، انت هتاخدي ساندوتش المدرسه صح ولا غلطانه؟ بس انا مش باخد ساندوتش بس، انا باخد حاجات كتير قوي. ما خلاص بقى، ما احنا اتفقنا بقى عايزين نظبط نفسنا الفتره دي. هننزل لما نتخنش يعني. انا هاخد ساندوتش واحد بس؟ لا اتنين. حلو، واحد ليا واحد لسمسوم ولا واحد ليا بس؟ خدي واحد كبير ليكي وخلاص. حضرتك بتحطي بقى البيكاتا في الصوص. بياخد كده، حطيناه في الشوربه تاني. خلاص بياخد غلوه واحده. تاخد غلوه واحده، ريحه الجنزبيل بس والثوم تطلع. وبعدين هنحط عليها الكريمه. دي كريمه لبان يا جماعه. ايوه. يبقى تاخد بقى طعمها رائع طبعا. غلوه معاها كده. هي مش الكريمه دي بتتحط على حلويات؟ يبقى في كريمه للحلو وكريمه للحادق. دي مرقه. مرقه هو ممكن مرقه فوريه او مرقه عاديه. اي مرقه بتدينا طعم مكعب. انا عامله معاها عشان اقدمها مع خضار سوتيه. الخضار السوتيه ده بيتعمل ازاي؟ شيل بقى دول، تطلع دول قدام على فكره. بيتعمل بنقطعه شرايح كبيره. وبعدين بنغليه غلوه واحده في ميه. وبعدين بنصفيه ونحط في طاسه كبيره كده. ما بنحطش عليه زيت زيتون او اي حاجه الخضار السوتيه؟ نحط في طاسه كده شويه زبده. وبعدين ناخده كده، وبعدين نحط عليه رشه زيت زيتون ورشه زعتر بقى او حاجه. يعني بنديله تشويح في الاخر بعد ما يتسلق. لازم نديله تشويحه كده بعد الجريل كده، الزبده تسخن. ونحطه يعمل تشك كده معاها. وواحدتين كده بس كده لغايه ما يتلسع وياخد ريحه الزبده. في ممكن نحط زيت زيتون. يبقى صحي يعني احسن. وبس عايزه تحطي بقى رشه زعتر، ونحط عليه رشه فلفل اسود. احنا هنا هنسوي، هي طبعا اوريدي الفراخ استوت من التشويحه اللي احنا شوحناها. بنحط كمان شرايح ليمون. شرايح الليمون دي متهيألي انت شامه الريحه. شامه الريحه. انا هكسر قاعده الخمس ثواني كده يا جماعه. اول واحده كسرت. طب ما ينفعش، لو هتكسريها قولي لي عشان هكسر انا كمان. هنكسر كلنا، هنكسر معاك. لا انا مش هكسر، انا هكسر. انا 5 4 3 2 1 على فكره الختام دلوقتي. انا هكسر الختام، انا مش عايزه اختم دلوقتي. طيب نقدم في السيرفيس. نقدم في السيرفيس. في ناس بيحبوا الصوص. نقدم سريعا. في ناس بيحبوا الصوص تقيل. نقدم سريعا. لو حبوا الصوص يبقى تقيل. هنحط طيب معلقه دقيق. تمام. انا بشكرك جدا جدا يا سيف امان. هتقدمي تحطي الطبق. وبشكرك يا سمسم. طب لحظه بقى عشان نحط الكريمه. نحط الكريمه وشرايح. بشكركم جدا. وشرايح الليمون. جميل قوي. دي اكله سريعه ومنقذة جدا. طب سمسمة عايزاكم كده بصوت عالي تقولوا انتظرونا في برنامج امراه من كوكب اخر. بصوت عالي بس الزوم. انتظرونا في برنامج امراه من كوكب اخر. ما هو عشان طيب تمام.
الى اللقاء اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامج امراه من كوكب اخر.